اسمع، هذه الورقة بنكتب فيها الشروط الجديدة ولازم اثنيننا نلتزم فيها. طيب. أولاً، ممنوع منعاً باتاً إنه أي واحد فينا يكذب على الثاني، مهما كانت الظروف. أوكي. ثانياً، مرة ولا مرتين ولا حتى ثلاث مرات بالأسبوع نطلع أنا وياك طلعة حلوة. ديت. أوكي. ثالثاً، ممنوع أي أحد فينا منعاً باتاً إنه يتصرف الحالة أو يتهور بحيث إنه يأذي نفسه أو شريك حياته. رابعاً، لوجين، أنا بقعد معاها إلين ترجع من الشغل، بس أنت قعد معاها ساعتين عشان ألعب فيهم رياضة. أوكي. تمام؟ اتفقنا. اتفقين. أنا آسف على كل شيء صار، ووعد راح نعدي كل شيء أنا وياك مع بعض. بصراحة الزواج مسؤولية جداً صعبة. أنا عارفة حبيبي، وأكيد أنا ما ودي أننا ننفصل، ولا أبي أكون زي أي اثنين تزوجوا وتطلقوا بدون سبب حقيقي. تمام؟ تمام. أوكي، شو شو مرايات أهم شيء ها؟ هذه وهذول. ما شاء الله في تحسن. بس وأنا أخوك شلك بالرخصة؟ يعني مليتي من التكاسي ولا ما تبيني اوصلك؟ ترى يعني اوصلك ببلاش انا. لا والله بالعكس، بس انت وراك المطعم وتروح وتجي، صراحه ودي اتعلم السواقه، احس اني بكون احسن اذا تعلمت وبحس اني حره بعد. زين شوف يسارك عشان دوار. طيب بس شوف، ترى من اليوم ورايح انا اللي بوديك المطعم، خلاص انا باقي شوي واصير طاره. طاره بعد؟ اشوفك قاعده تمشين على بيض. لا 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 خلاص 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 بيض بيض خلينا خلاص اهم شيء سلامتنا. صدقت على طول. هدي هدي هدي. قالت لك بصير طارة. خلاص خلاص صدقت. انتبه انتبه انتبه. إذا عقلتي وصرتي مثل الحريم أفكر أرجع لك الأغراض. يكون بعلمك السيارة حقتي وبفلوسي، بس عشان لا تنسى. أنت بهالطريقة هذه تزودين النار، وأنا زوجك وولي أمرك ومسؤول عنك. خل هذولي بعد. أي صح، نسيتهم. فكي فكي، بقى شيء ولا لا؟ أسمع تستحي.